تضمنت فعاليات ورشات العمل وورشات تدريبية لصناع المحتوى العربي، ويأتي ذلك في إطار جهود نادي دبي للصحافة لبناء قدرات منشئي المحتوى الصوتي والمتخصصين في وسائل الإعلام وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتميز في هذا المجال، وذلك في سعي منها لتكون دبي منصة ريادية لصناعة المحتوى في العالم العربي والعالم. طبعا بودكاست دبي في دورته الثالثة يركز على مقومات التي يحتاجها البودكاست العربي وصناعة البودكاست بشكل كبير في المنطقة العربية. فالدورة الأولى والثانية كنا نتكلم عن الدورات التدريبية، الاحتياجات الأساسية لصانع الصوت والمحتوى العربي، ولكن اليوم نتكلم عن انتشار هذه الصناعة، أهميتها في أنها تتكامل مع الإعلام التقليدي، كيف نقدر نوصل لشرائح المجتمع المختلفة، وكذلك عن أهمية استمرارية البودكاست باللغة العربية لكي يصل إلى مجموعة أكبر، يصل بثقافات مختلفة، بلغات مختلفة من اللغة العربية ولهجات مختلفة، كذلك من دول مختلفة. مش شرط تركيزنا على دولة الإمارات، ولكن اليوم نسلط الضوء على العمل التكافلي، العمل الجماعي لإبراز الصوت العربي الهادف للدول الأخرى. عندنا مفكرين، عندنا أصحاب خبرة، عندنا ناس معدين لبرامج، حلو نحن نستفيد من هذه الخبرات ونحن نتناقش فيها. كذلك اليوم شفنا في عدد كبير من الناس أصبحوا يميلون إلى الاستماع إلى البودكاست سواء كان مسموع أو مرئي، ففي جانب مهم نحن نركز على هذه الفرصة ونقتنصها مع صناع المحتوى الصوتي العرب. من منطلق اهتمام نادي دبي للصحافة نطلع بدراسة الأولى من نوعها في دراسة حال البودكاست العربي، وهذه الدراسة إن شاء الله سيتم الإعلان عنها قريبا، ولكن هذه هي الأولى من نوعها، لأن شفنا دراسات قليلة في هذا المجال وشفنا الاهتمام زاد، فلا بد أن نواكب هذا الطلب بدراسة نعمل عليها بشكل مقنن يخدم جميع الأطراف من الشركات ومن صناع المحتوى الصوتي ومن المؤسسات الإعلامية.